تحية من القلب بوجهها لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطلع عليكم يوميا بكل فقرات ومع ضيوفه المميزين. بالبداية بدي أذكركم إنكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر إيميل برنامج. تطبيق قانون السير قبل نيسان المقبل، هل هذا عنوان سيكون حقيقة أو أنه مجرد تطبيق إعلامي لأكثر؟ فما هي القرارات وهل رح تشكل نقلة بتطبيق القانون أم أنها لن تكون سوى مراسيم بمشوار السير العقيم؟ أمام هيدا الواقع بيشرح أمين سر اليازا المتخصص بإدارة السلامة المرورية كامل إبراهيم أنه ثمة عوائق أمام القانون، من آلية إبلاغ المواطنين بالمخالفات عبر ليبان بوست واللي تعتبر خاطئة فضلا عن غياب التخصص في الفصائل المولجة بتطبيق القانون، إذ أنه ثمة عناصر لا تدرك طريقة التحقق بمخالفات السير مما بيفرض إنشاء وحدة مرور تختص بشؤون السير، كما أنه عديد العناصر اليوم غير كافية، ففي جوني مثلا 80 عنصر فيما المطلوب هو نحو 200 عنصر، وبالجديدة عدد العناصر قليل جدا مقارنة بحجم المنطقة والحوادث اللي بتوقع فيها. أما عن الإمكانات فحدث ولا حرج، ففي البقاع مثلا 4 رادارات، وفي المتن أكبر قضاء بقي رادار معطل نحو عام ونصف عام. كل هذه العوامل وفق إبراهيم بتأخر تطبيق القانون وبتشير إلى غياب الجدية بتنفيذه أقله قبل نيسان. باختصار عاملان بيساعدوا بتطبيق القانون، القرار السياسي والتمويل، وهذان شبه غائبين. والمؤسف أنه تناتشا حصل بين الجهات المولجة بأخذ مردود المخالفات، وهي وفق القانون الجديد قوى الأمن القضاء القضاة والبلديات، والمطلوب أنه تذهب الأموال إلى تمويل صندوق السلامة المرورية. إنما القانون لم يلفت إلى هذه النقطة وبقي مشروع الصندوق غائب، ففي الأساس لماذا ستذهب الأموال إلى القوى الأمن أو إلى القضاة أو حتى إلى البلديات؟ فهل كل بلديات تهتم فعلا بتنظيم بعض الأمور المتصلة بالسير؟ ثم هل بتدرب فعلا عناصر شرطة البلدية؟ كما لو أنه تطبيق القانون ينبغي أن يكون على الأوتوسترادات وحدها وليس بالشوارع الفرعية الداخلية؟ هذه العراقيل لابد من أنه تأخر تنفيذ القانون، لأن التطبيق ليس في فرض غرامات عالية على المواطنين فحسب، بل في تنظيم شؤون سيرهم. طبعا هودي هن اخبارنا بما الجديد، كل التعليقات كل اذا بدكم التوعية حتصير ضمن حلقتنا اليوم مع ضيفنا. بيسرني استضيف بحلقة اليوم معي باستوديو أستاذ أنطوان الحج، أهلا وسهلا فيك. حضرتك خبير في القيادة الدفاعية اليازا، أهلا وسهلا فيك ضيف ببرنامجنا. أستاذ أنطوان رح نستغل الفرصة اليوم حتى أحكي قبل ما فوت أحكي عن قانون السير الجديد يلي ضمنه هو عن الأطفال، خليني اليوم نستفيد من ضيفتنا الصبية الحلوة نادين لحام. حنطرح عليها بعض الأسئلة، حنشوف حقيقة قديش في وعي عند الأطفال حول قانون السير وحول كمان كيف بيتصرفوا داخل السيارة. حأسألها أنا سؤالين وإذا حبيت حضرتك تطرحها كمان سؤال. نادين بونجور. بونجور، كيفك؟ نادين نحن اليوم عم نحكي عن السير، ونحن بنعرف قديش السيارات كتير خطر إنه نحن نكون مش كتير حريصين، ما هيك؟ اليوم لما بتقعدي بالسيارة وين بتقعدي؟ ورا. ليه بتقعدي ورا؟ لأنه إذا قعدت قدام بركي بيعملوا أكسيدون، بيرجع راسه بيجلق قدام وبعدين رح ينكسر راسه. ولما بتقعدي ورا شو بتحطي أنت؟ سانتور. بتنزعجي شي منه لما بتحطيه؟ لا. وإذا أختك قعدت حدك شو بتطلبي منها كمان؟ تحطي السانتور نفسه؟ إيه. طيب لغلي لما بنشوف ولاد مطلعين راسهم من الشباك هيدا شي منيح؟ لا. ليه؟ لأنه إذا طلعتوا راسكم من الشباك السيارة بركي بتمرق وبتقصلكم راسكم. كمان بعد عندي سؤال قبل ما أسألك أستاذ أنطوان سؤال، نحن اليوم لما بنكون ماشيين على الطريق وخاصة إحنا أولاد صغار كتير لازم نقطع الطريق لحالنا؟ لا. مين لازم يقطعنا؟ إمنا وبينا. ومش لازم نقطع حالنا؟ ليش لحالنا؟ ما لازم نقطع ليه؟ لأنه إذا قطعنا لحالنا بركي حدا بيسرق لنا أو نعمل أكسيدون تخبصكن السيارة. فإذا أنت لازم تنتبهي أنه لازم ضلك قاعدة بالسيارة ما توقفي كمان، ما هيك؟ ما أنت بتقعدي بحضن رمامي قدام؟ لا أبدا. ولا مرة قعدتي؟ أبدا أبدا. ولا بتخلي أختك تقعد؟ بس أختي أي أوقات بتقعد قدام. بس لأنه بيعيطوها تقعد قدام. بس أنت اليوم
انا ما بقعد قدام، لانه اذا قعدت قدام لانه انا كبيره ما بتقدر تمسكني منيح ماما، هو مش لازم تقعد قدام. يعني اليوم انت بعد الحلقه لازم تقولي للمامي والبابي شو، انه ما لازم تيانا تقعد قدام، لازم تقعد ورا. وشو تحط؟ سنتير. اوكي استاذ انطوان، عندك سؤال لنادين؟ مش سؤال بقدر ما اذا بدك مثل طلب من نادين ومن كل الاولاد اللي بعمر نادين، ولانه نحن بهمنا سلامتهم هن قبل كل شيء، نحن موجودين لهم، بدنا منهم انه يسمعوا كلمه الماما والبابا. واذا قالوا لهم اقعدوا ورا بالسياره وحطوا سنتور ما يبكوا، يسمعوا كلمه الماما والبابا ويعملوا مثل ما هن بدهم. اوكي شو بدك تقولي لرفقاتك يلي بالصف يلي هن ما بيسمعوا الكلمه وما بيقعدوا ورا، شو بدك تقولي لهم اليوم؟ لازم تسمعوا الكلمه من كل واحد بقلكم. ايه انه لازم تقعدوا ورا، انه لازم تقعدوا ورا وتحطوا سنتير وما تطلعوا راسكم من برا الشباك ولا توقفوا. اوكي ميرسي نادين، كلك ذوق وانتبه على حالك. اوكي يلا صار فيك تروحي حبيبي. ميرسي استاذ انطوان، اليوم عن جد قديش اهميه انه تسقف بتخيل او توعي الاولاد، لانه حقيقه هن بيعطوا هالاهميه الكبيره وبيوعوا اهلهم حول هيدا الموضوع. يعني اليوم يمكن نادين شوي عندها معلومات، يمكن واعي شوي على قصه قعد الورا والسنتور، بس قبل ما فوت احكي بقانون السير كقانون سير للكبار، نحن كاشخاص كبار اليوم بيتضمن قانون السير غرامات على الاولاد اللي بيقعدوا قدام او اللي بيحطوا السنتور. طبعا طبعا وهلا رح نشوفها. أنا حضرت مجموعة إذا بدك من المخالفات اللي بترتب عليها غرامات وسحب نقاط. يعني اليوم الحلقة شو رح تكون تقنية، أنا صحيح لحتى بهمني أنه المواطنين يعرفوا شو بالانتظار، ما يكون شيء يفاجئهم، يكونوا إلى حد ما بالجو، تنبلش نحطاط من هلأ تما نتفاجأ بعدين بغرامات عالية ممكن تكون موجعة. طيب اليوم عم نحكي عن قانون سير جديد، الناس كلها ناطرة انه يتنفذ هالقانون بالشهر المقبل ان الله راد، ولكن طالع الصرخة استاذ انطوان، وبنعرف انه طالما كنت حاسبونا على تنفيذ قانون سير بيردع اي مخالفة لازم يكون مبني على اسس صحيحة نحن حقنا كمواطنين نحصل عليها. اليوم كيف حيتنفذ هيدا القانون بغياب كتير من الامور، واهم هي الانسان يفوت على مدرسة يتعلم اصول القيادة منا على اساسها يطلع له حقيقة بكفاءة رخصة السوق، وعلى اساسها يبلش يتنقل على طرقات لبنان وغير لبنان. مسز جاكلين سؤالك كتير مهم وبمحله، وانا اكيد بوافق عليه، ولا شك انه كان من المفترض انه اذا بدك بالمولجين بهالموضوع بالمسؤولين، يعني كان من المفترض انه يهيئوا حالهم بوقت اسرع. طيب استاذ انطوان قديش احنا بنحكي عن قانون سير جديد؟ يعني عم نحكي انه اربع سنين، بهالاربع سنين ما تم انشاء مدرسه لتعليم القياده، ما تم تظبيط وتحسين الطرقات، ما زادت جسور المشاة لمنع المشاة انه يتنقلوا على الطرقات، انه كل هولي ما زادوا عناصر قوى الامن، ما دربوا عناصر لا استقبال هالقانون السير الجديد وتنفيذه. هلا خلينا شوي نجزئ الجواب. بالنسبه لمدربي السوق هلأ في برامج تعد إذا بدك في مديرية التعليم التقني عم يحطولهم مثل برامج تيبلشوا يخصصوهم. هلأ برجع بقول إنه كان من المفترض هالشي يكون أسرع يكون سابق، بس خلينا نحكي شو عم بيصير على الأرض. عم بيحضروا برامج للاختصاص اللي هو رح يكون اسمه اختصاص مرور أو سير. بيحصل فيها مدرب السوق بعد 3 سنوات دراسي من بعد الترمينال، يعني من بعد شهادة البكالوريا القسم الثاني، على شهادة تي اس اللي هي بصير مثل كأنه مثل كل الاختصاصات بالتعليم المهني، بموجبها بصير مدرب سوق، وبالتالي بصير قادر يدرب النظري قانون سير النظري بالمدارس السويقة والعملي على الطريق. اوكي هيدي بالنسبه لمدربي السوق هلا عم يشتغلوا عليها. بالنسبه لقوى الامن كمان عم بيصير تدريب لبعض مفارز او رؤساء مفارز السير او اعضاء اكيد على كيفيه التعامل
مع المخالفات اللي ممكن يواجهوها بعدين. وبرجع بلفت النظر انه اكيد كان لازم هالشي يكون اسرع. هلا بالنسبه سوري كمان حكيت عن انه في اسس، يعني ان كان يعلموا السواقه يكون في مدارس لتعليم القياده، لازم يكون حقيقه في طرقات مامنه مزبوط، في جسر مشاة، يعني على القليل يتحضر الانسان انه يكون بلاك بيوجهه شمال يمين، هون المكان اللي رايح عليه، هون مش المكان اللي رايح عليه، مش اوقف اطلع انا اي مفرق بدي فوت وكون عم بعرق السير وراي. يمرنوا عناصر قوى الامن حقيقه، ان كان حتى شرطه البلديات لازم كمان تتعلم وتعرف طبعا شو اصول القياده وكيف لازم يكون المخالفه او غير المخالفه. مزبوط 100% اللي عم تحكي مسز جاكلين. طب كيف حيطبق اليوم رغم عدم وجود هيدي هلا الشيء؟ خلينا هلا اللي عم تقوليهم انا بوافق عليهم 100%. يجب تدريب شرطة البلديات، وانا بشكرك على هالملاحظة، وهون بدي اطلب من البلديات انه تحضر عديد الشرطة اللي عندها لدورات تدريبية تيعرفوا يعملوا على القليل ينظموا محاضر الضبط، ما يكون في ظلم للمواطنين ببعض حالات. كما انه قوى الامن الداخلي يجب تفعيلها بشكل اسرع، يجب وضع إشارات على الطرقات حتى المواطن يعرف حاله أنه هون ممنوع خيي ولا مش ممنوع، هون لازم اتجه يمين ولا يسار، قبل ما نحاكمه قبل ما نرتب عليه غرامة عالية. يعني أنا ما شفت بصراحة تنفيذ هذا القانون إلا الأشياء اللي سلطوا الضوء عليها، هي أنه علوا الغرامات بالزبط، وغيروا البلاك بالضبط، وتغيير دفر السواقة، وهودي كلهم ايه شو هول كلهم؟ هو عم يطلع المصاري، مش عم يعرف كيف تطلع مصاري من المواطن، عم يطلعوا بهالطريقه. ما شفت حفاظا على السلامه المروريه للشخص، ما شفت انه انا والله مهتم لانه هذا الانسان ما بيعرف، ما في مين يعلمه سواقه، خليني احطه بمدرسه يتعلم، مش امه وبي وسته وجده او خاله يعلموه سواقه. كل هودي اللي بعملهم، غير بلاك، غير دفتر السوق ورخصه السوق وبالغرامات اللي حقيقه كثير كثير عاليه، يعني خودي شو مشان تعبي جيبنا يعني مثلا ونرتاح لفتره زمنيه معينه، والله فشلنا حقيقه لا بتنفيذ القانون. لا 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 هون انا بطلت وافقك الراي. تفضل جاوبني. ليش؟ لانه حسب ما وصفتي لي مثل كانه صارت عمليه تجاريه. لا لا مش هالقد. لا ما يعني مش هالقد، يعني في منا عمليه تجاريه. لا 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 هي واقعيا لا، ما حيصير في رشوه بكره بالغرامات، ما رح يصير شيء رشوه. رشوه بشو مثلا؟ انه انا طلع علي غرامه 750 الف ليره، انا بعرف حدا مثلا بقدر احكي معه بيزبط لي، ها بينزل لي من 750 ل 250. لا عنجد؟ لا تنقول مثل ما كنت مقتنع استاذ انطوان من فتره كتير زمنيه. شوي بعيده انه ما خلص تجددت النافعه وصار في قانون، ما بقى في غش ولا في شيء، وكل واحد عم بياخذ رخصه السوق حسب كفاءته. هي النافعه مرقت بمرحله، انا بشكرك على يومين ثلاثه. لا مرقت بمرحله ما بدنا هلا نكون عم نعمل دعايات لاحد المدراء السابقين في مصلحه تسجيل السيارات والاليات، مرقت بمرحله كان فيها انضباط ما يقارب 3 سنوات. وبعدها من بعد ما فل المدير اللي كان عامل هالانضباط، وما راح سميته، ما بين عنه عم بعمل له دعايه. لا طبعا، وهو مشكور ولا وهو بيعرف حاله وناس بيعرفوه. يعني كان في انضباط جيد، هلا اكيد ضمن طاقته يعني الزلمه كتر خيره. هلا ما عم اقول انه الاداره هلا بالوقت الحاضر النافعه هي بحاله اذا بدك فلتين، لا، بس نحن نطالب الاداره الحاليه بان تحذو الاداره السابقه بس هذا ما بيعني انه الاداره الحاليه هي مقصره، يعني حدكم 3 سنين. لا جربوا التزموا بهو 3 سنين لانه ممكن يغيروا بعد 3 سنين ويرجع للجرع فوضى على الطرقات. لا بس جاكلين اسمعي. انا بدي اقول لك، انا بوافقك الراي بانه كان لازم يكونوا محضرين حالهم اكثر، اكان من ناحيه وضع الاشارات على الطرقات، اكان من ناحيه تدريب عديد قوى الامن الداخلي وعديد شرطه البلديات، اكان من ناحيه الاناره والحفر على الطرقات، هي كلها الدوله مطالبه فيها ونحن عم طلبها بشكل مستمر وما رح نخليها ترتاح. وكان استاذ زياد على احدى محطات التلفزه من يومين كمان رتب مسؤولية على وزارة الداخلية وعلى كل المعنيين بهالموضوع. بس أنا اللي بدي أقوله، تفضل أنت قلتي أنه الغرامات ارتفعت كتير. طبعا وهذا جيد. نحن اليوم شو بدي بالقانون الجديد؟ خلينا ننسى، خلينا نعتبر أنه ما في قانون جديد، خلينا نجي نشوف القانون الحالي يلي ماشيين عليه، يلي هو في بعض المحاضر الضبط يلي تنظم
بظل القانون الحالي. في زبوطة عم تنعمل أكين بالبلديات أو بالشرطة، بالشرطة القوى الأمن الداخلي أو حيلا شيء، أغلبها عم تكون تقريبا على السرعة. بالمطارح اللي فيها رادارات، مع الأسف نحن نتمنى أنه يصير في رادارات أكثر، وكما أنه في كمان جزء كبير منها عم بيصير بي على عدادات الوقوف. يعني مطارح الوقوف الغير الممنوع، وهالزبوطة عم تجي على النافعة. أو بتتنظم بمحاضر، بيروح الواحد بيدفع بي بي بمراكز الدفع. وهل تراكمات الليبان بوست مثلا اللي مش عم توصل وعم تتراكم على المواطن؟ بالضبط، هيدي مطالب الليبان بوست بتسريع هالعملية، كما أنه مطالب إدارة قوى الأمن الداخلي بتسريع تسليم الليبان بوست كمان. ما بدنا نحط المسؤولية كلها على الليبان بوست، يمكن هني عم يتأخروا تيسلموا الليبان بوست. الليبان بوست معروف شغله، معروف مدى الأيام. يعني مش هالشغلة الكبيرة يعني. المعنيين مطلوب انه يسرعوا. هلا خلينا نجي نحكي عن الغرامات. في زبوط عم تنظم بظل القانون الحالي اليوم، يلي هي تنقول ضبط السرعه يمكن بيطلع بشي 50,000 ليرة تقريبا. ضبط الممنوع الوقوف عم يطبع عدادات الوقوف. نعم. بالمدن الكبيره. نعم. عم يطلع يمكن بال 40,000 أو 20,000 بفتكر. هالزبوطة عم تجي على النافعه. شو بيصير لما بتجي على النافعة؟ بيروح واحد يدفع ميكانيك بالبنك، بيقولوا له لا تدفع في المصرف، مجبور يتوجه صوب النافعة. راح على النافعة بيلاقي انه ما بيقدر يدفع ميكانيك سيارته الا ما يدفع هالضبط يلي قيمته 20,000. اوكي، انا اذا تنقول ميكانيك سيارتي 109,000، خلينا نحكي عن السيارات العادية، ما رح نحكي عن سيارات اللي ميكانيكا كبير لانه اللي بيبقوا اصحابها بيبقوا مقتدرين ماليا. خلينا نحكي عن الطبقة العادية. انا اذا ميكانيك سيارتي 109,000 وعلي 20,000 ضبط عداد وقوف بوسط بيروت، طيب ده صاروا 130,000 ليرة. طيب بسيطة، معلش شيء بدفعها. تاني مرة معلش شيء لو قفت محل مخالف بعتبرهم حق وحدة بيتزا. منا شيء. اجيني ضبط سرعة 50,000، طيب معلش شيء 50,000 يعني $30، بعتبرها انه ظهرت انا ومرتي يمكن تعشينا وهيك اكلنا سناك او شيء، ماشي الحال، مبلغ بقدر ادفعه. طيب لما بيجي الميكانيك تبعي انا 109,000 بس اجى عليه زيادة عليهم فوق ال 109,000 350,000، بيوجع اكيد. شو بدي بالقانون الجديد؟ نسيل القانون الجديد، خلينا لانه كل العناصر الاخرى بعدها وقت تصير جاهزه، اكين رخص السوق جديده من ناحيه انجازها. ما في هيكليه لها اليوم. هلا مشوا بمناقصه بمصلحه تسجيل السيارات والاليات، ويمكن اذا اتصلتوا فيهم بفيدوكم اكثر وين صاروا بهالمناقصه. يعني عم بيتم اعدادها هلا، ما عم اقول انه بسرعه البرق، لا شك انه لازم يكون اسرع، بس بدها تصير. خلينا نحطها بالبراد بالتلاجه. قصه البلاك، البلاك هلا البلاك منه هالشغله الكبيره، ما يفهموها غلط العالم. البلاك هو تغيير نمر السيارات بناء على رخصه السير تبع المركبه، دفتر السياره. بقديش لازم؟ لا ما بكلف شيء. حق اللوحه اللي هو حق اللوحه بمحلات المعامل صب لوحه سيارات. اللي هو بيوصل يمكن لوحة قدامه لوحة وراء بال20,000 ليرة تقريبا. يعني عندي سؤالتين تصحيحي كمان للمواطنين. قصة تبديل دفتر رخصة السوق، استبدال رسوم $300 كيف؟ أبداً. رسوم استبدال رخصة السوق بمصلحة تجهيز سيارات والآليات هي 25,000 ليرة وصل. أوكي. الاستبدال زائد طابع 10,000. أوكي. بس يعني 35,000 ليرة رسوم. إيه. بدون ما تخضع على فحوصات السير. هلأ لا. هلأ في مطارح بده يرجع يخضع على امتحان، هلأ بنحكي عنها. وين؟ في حال فقد مجموع النقاط اللي هي 12. لما ببلش على الدفاتر الجديدة، لما ببلش على النظام الجديد. يعني أنا هلأ بدي أقول للمواطنين يلي فيما لو تم الإقلاع بقانون السير الجديد ب 15 نيسان مثل ما عم بيقولوا، سوف يكون الإقلاع بالغرامات بس. بس فقط. خليني أكمل كل حلقتنا بعد هيدا الفاصل، لأنه عندي كمان كتير أسئلة أطرحها لحضرتك سيدي. عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجال الصحي مع ضيفنا استاذ انطوان حاج. مش عم رحب فيك من جديد استاذ انطوان، يعطيكم الف عافيه. حقيقه بدنا نقول شابوبا لكم يا زلمه، وصلتوا حقيقه. ان شاء الله توصلوا بالكامل للهدف يلي انتم كنتوا عم تسعوا له، هو قانون سير جديد. استاذ انطوان، حكيت انه وجهت للمشاهدين المواطنين
انه اذا تنفذ قانون السير الجديد حيتنفذ بس بالغرامات كمرحلة أولى هلا مرحلة أولى إيه لأنه هلا بعد 10 سنين لا مش هالقد طيب أستاذ أنطوان ليش بده يكون في فرق بين مواطن ماشي قانونيا مش خارج عن القانون وبين أشخاص خارجين عن القانون لا بلاك سيارة عندهم ماشيين بلا نمر يلي حاطين بلاك بأرقام مش لسياراتهم بيستبدلوها كل يومين ثلاثة هولي كيف رح يتم مثلا ردعهم؟ عظيم سؤال كتير مهم وكتير حساس والإجابة عليه بدها تكون محرجة محرجة جدا إذا بدك إنه جاوب تجاوب تفضل أكيد طب هون بدي كل المواطنين وكل السياسيين يقبلوها مني أوكي يلي هي بس بيز مجلي معهم المية واثناعش السيارات اللي بتوينات بين السيارات وبين بين المرافقين تبع السياسيين والوزراء والنواب واللي فاكرين حالهم شي شغلة يلي بيوقفوا كل العالم وبيتحشوا قدامك وبيوقفوك شمال يمين كأنه ما بعرف مين مارق يعني هولي كمان ضمن اللي رح يتم ردعهم مثلا فيك تجملي اللي بدك جمليهم كلهم مثل جاكلين خلينا نحكي شوي عن هيكلية الدولة يلي هي بتوضع القوانين مش أوكي. الدولة بتحط القوانين بلا هيكلية إذا الدولة إذا كان في دولة أصلا وبعد عنها ثقة بالدولة تفضل طيب أنت مبرر أنا أوكي هيكلية الدولة هي مجلس الوزراء ومجلس النواب أكيد بعتذر إذا كنت سميت حدا قبل الثاني خلينا نجي نحكي هني بحطوا القوانين وهني بنفذوها هل الجسمين هاو هالجسمين هاو أكيد مجلس النواب أو مجلس الوزراء هني مؤلفين من القوى السياسية بالبلد أوكي. مزبوط من الأحزاب والطيارات يلي بينبثق منها نواب وبالتالي بينبثق منها وزراء أوكي يعني اليوم إذا كانوا هني يلي حطوا القانون نواب اكس واجريك وزاد ووزراء اكس واجريك وزاد يلي هني حطوا القانون اذا هني ما بدهم يشتغلوا على اعطاء هيبة للقانون وبالتالي ترك المجال امام محاسبيهم او مناصريهم انه يطلعوا فوق القانون يعني نحن ما عملنا شيء هيدي مسؤوليتهم مباشر وانا بدي استفيد من وجودي على هالشاشة هاي حتى وجه لهم هل اذا بدك اوصلت الضوء على هالنقطة هاي انه انتو مسؤولين الزعماء السياسيين يلي كلنا بنعرفهم وبنحترمهم وبنحبهم هن مسؤولين عن انه هيدا القانون اذا بيخلوه يمشي ولا لا او وضع الافخاخ والألغام بدربه يعني بقصد أفخيخ والألغام يلي هي انه اكزاكتلي بالضبط هي انه انا هيدا محسوب علي طيب بسيطه مشوله اياها هيدا بخصنا هيدا من الحزب تبعنا لا بالتصيب هن مسؤولين وهن معروفين هن كم واحد ما رح ما رح ما رح اذا بدي تنحصر المسؤوليه رح ما رح احكي عن انه مجلس النواب ومجلس الوزراء رح احكي عن الرؤوس الاحزاب كلنا بنحبهم واصحابنا هن مسؤولين عن هالموضوع كلنا بنحترمهم بس وهن معروفين مش كتار هن مش كتار بلبنان هن مش كتار كلنا بنعرفهم استاذ انطوان اليوم حقيقه في بتخيل ظلم عن جد في ظلم بعرف انه كمان في مواطنين حقيقه بدهم ردع وبعرف انه اوقات لا يحترموا القانون لا بيحترموا اي شيء ولا بيحترموا حتى الانسان بس انا بدي اسالك سؤال اليوم انا اذا ماشي على خط سريع ما بيجوز اني اتخطى المية او مية العشرة حسب المكان اللي انا فيه طيب اذا اجا واحد خارج عن القانون وراي بلا تهذيب وكان حيعمل فيه رح يسبب لي بحادث واضطريت انا اسرع شوي تقطع السيارات تزيحه مثلا تزيح عنه لانه حقيقة بيسبب لك بمشكل وخاصة اذا كنت بنت او بالليل بتصير تخاف انه مثلا يتصرف تصرف غير اخلاقي معك هون مين بيكون حق رح يشوفوا الكاميرات انه هو كان السبب بانك انت تاخد شو اسمه الحق يعني انه انت تدفع بغرامة هالقد مثلا بسبب غيرك مسز جاكلين لكن لما انت عم تقولي انه هو اجا بطريقة مخالفة طبعا وجبرك انك تعملي مخالفة ما بتصير معك استاذ انطوان اوقات بزمرولك رح يطلع على صندوق السيارة اذا ما بتزحلهم انا بشكرك على هالسؤال مسز جاكلين بشكرك على الملاحظة انا بدي اقوله للمواطنين اذا كنت انت ماشي بطريقة قانونية وسليمة وكان اللي وراك رجل مستهتر وعم بيزمر تيشبع خلي زمر لبكرة
وما ترد علي وضلك ماشي بالطريقة النظامية وساعت اللي بيصير عنده مجال متاح انه يتجاوز بيتجاوز. وإذا ضربك من ورا؟ ايه بيطلع حق علي، ما في مشكلة، يضربني من ورا، بده يصير في توقف، بده يجي خبير بيطلع حق علي. بس انه أنا يجبروني أعمل أسرع أو سوق بطريقة غير وقائية وأعمل حادث كرمالهم، أكيد لا يا شباب انتبهوا، أنتم ما نكون مجبورين ضحوا كرمال حدا. سوق بطريقة نظامية وإن شاء الله شو ما عمل يعمل. استاذ أنطوان، عندك لائحة بالغرامات أو ما عندك فكرة تقريبا؟ إيه لا بلا. بس فيك تقلنا إياها، لأنه تعرف أنه انبعت كتير رسائل عبر الواتساب أو الفيسبوك أو حتى كل التواصل الاجتماعي بغرامات تختلف من مرة لمرة، يعني هل في شيء محدد؟ لا غرامات تختلف من مرة لمرة لا، القانون واضح يعني. قلنا شو هن بليز الغرامات. طيب هون إذا بدك، إذا بهمك أنه نفوت على على جدول المخالفات والغرامات. نعم. في غرامات اذا بدك معقول توصل للمليونين وثلاث ملايين؟ ام توصل لثلاث ملايين؟ اكيد. غرامات الكحول والمخدرات. اها. اذا بدك سوري بس شوي، وهيدا الشيء رح يكون معمم للجميع بدون اي وصايه وبدون اي مرجعيات. هلا لا شك، خلينا كمان نحكي شغله واقعيه، بده يصير في من المفترض انه يصير وصار اذا بدك المراقبه الكترونيا. يعني عم نحاول قد ما فينا انه نلغي اي علاقه بين الدركي او شرطي السير والمواطن، لانه هون بدها تلعب الضغوطات. صح. والوصايه والرشاد. لانه موقفني دركي على مثلا اشانجور مثلا حدق لحدا مثلا، انا ممكن يحكي معه يخاف العنصر القوى الامن ويقول لي مشي حالك يلا مشي. هيدي اعاقه بالمجتمع اللبناني، اللي هو نحن اللبنانية بنفكر حالنا كلنا قوية وكلنا زعماء، كلنا زعماء، نحن كم واحد 4 ملايين او 5 ملايين، كلنا زعماء، كلنا رياس. هاي اعاقة بالمجتمع. هلا مش كتير الدركي هون صار يعني وقت اللي بده يعمل زبط وياكل بهدلة تاني نهار. صح. يعني بنكون عم نهبط له من عزيمته. فاذا الغرامات خلينا نبلش نشوفها ونطحها هيك فد مره للمشاهدين. اجوا قسموا جداول الغرامات على 5 جداول. اوكي. جدول رقم 1 يلي هو بينسحب في نقطه وحده. أوكي. بس وبيطال المشيت. أوكي. في مخالفات للمشيت اذا ضل في وقت هلا نحكي. أوكي. عنها جدول. طب خير من المشيت رح نعمل بعد حلقه كمان نفسر اكثر يعني. ايه يعني حق هلأ المواطن وكل هول يعني. ايه خليني اكون معك يعني حتى الحلقه اللي اليوم. صح. هي ما رح تكون كافيه. مزبوط. جدول رقم 1 بيسحبوا نقطة واحدة. أوكي. غرامة بين 100,000 و150,000. 100,000 و150,000 يعني تصل إلى المئة دولار تقريبا. أوكي. جدول رقم 2 بيسحبوا نقطتين. غرامة بين 200,000 و300,000. هودي على شو؟ هلا خلاف. أوكي. في هلا رح نعطي كم اكزامبل. نعم. بتشوفيهم. جدول رقم 3 350,000 لحديت ال 450,000، يعني بتوصل ل 300 دولار. جدول رقم 4 من ال 500,000 ل 700,000. اوكي بتوصل لحديت ال 500 دولار اقل شوي. نعم. جدول رقم 5 من المليون ل 3 ملايين بتوصل ل 2000 دولار حبس. بجدول رقم 5 يترافق السجن مع الغرامة. اوكي. حبس من شهر حتى سنتين، سحب 6 نقاط من دفتر السوق. جدول رقم 3 بيسحبوا 3 نقاط، جدول رقم 4 بيسحبوا 4 نقاط. جدول رقم 5 بيسحبوا 6 نقاط. طيب شو هن هالمخالفات وحسب مثلا المقارنة. عدم نقل رخصة السوق أثناء قيادة المركبة الآلية. أوكي يعني أنا أنا دفتر السواقة مش معي، رخصة السوق مش معي. بالضبط. وأنا حبيت هون حطها بالأول هاي لألفت النظر على شغلة، إنه المقصود منها يلي إذا كان معك دفتر ومنك حاملتي وهيدي قليل تتصير. بس أوقات هو أطالع فشخة مثلا من بيتك على المطرح تاني تقول خليني ما أخذ. مثلا هو لازمكم مثل الهوية. أوكي لازم يضل يعني مش بالسيارة، لازم يضل معك بالجزة. بالضبط. أوكي. بالبورتموني. أوكي. وشغلي كمان هون بدي، هاي مقصود من الأشخاص يلي بيجربوا يسوقوا بلا دفتر سواقة. أوكي. يعني اللي بعد ما عملوا يعني فحص وما معه دفتر وبيجرب يتزاكى على الدولة ويسوق بلا دفتر، هيدي بطاله المزور. هلا بده يصير في بينكشف في مصلحه تجهيز السيارات والاليات، يعني ما في دركة على الطريق اذا كان مزور بطريقه جيده ما بيقدر يعرفه ما الا لما بدق على السجل المروري على الكمبيوتر بيعرفوا اذا عنده ملف او بس لا. بس ما كثير بدققوا فيها. هلا اذا صار حوادث كبيره بالحوادث، بس قصدي اذا في حاجز لقوى الامن ومرق هيك. اذا صار ومن المفترض انه يصير في مكنني بقلب سياره الشرطه دغري بيعرف بدق بيعرف. اوكي على مصلحه تجهيز ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي هيدا مشان رخصه السوق. غرامه نقديه
بين ال 100 وال 150 ألف احتجاز. أوكي. احتجاز بيحجزوا له السيارة. أوكي. بيحجزوا له السيارة؟ أكيد. السيئ بلا دفتر سواء ايه. وبيدفعوا بحدود ال 150 ألف غرامة. طب قلت لهم بيتي فشخة بروح بجيبوا بجيب. لا. أكيد لا. يا خلينا نكمل. عدم إعطاء هلأ هون أنا بهمني أشرحها. تفضل. عدم إعطاء أفضلية المرور في الطرقات الجبلية ذات الانحدار القوي من قبل المركبات المتجهة نزولا. في شغلة نحن هون في أنا لغط. نحن عنا عدد عناصر يوصل على الجبال. هلأ فيما لو كان في مراقبة من المفترض أنه يصير هالشي. حتى لما بيصير شكاوى يعني أنا هون بدي أقول له للمواطن أنه بيقدر يتشكى. كل مواطن بيقدر يتشكى لمحاكم السير وبالتالي بيصير في تحقيق بينعرف إذا وأحلى الشي اللي ما بيعرف هودي حقوق المرور ومين حق هلأ ولازم تعطي الأولوية لمين يوقف يقطع الكل. هلأ برجع بقول أنه هاو إشياء تتعلق بمدارس تعليم قيادة السيارات. بس يا أستاذ أطوان يعني هلأ عم تحكي أنت عن كذا مليون ألف شخص. إيه بس ما في أوريدي أخدين دفتر رخصة السوق. إيه قديما مزبوط. يعني ما حدا لا متعلم ولا فايت. أنا متذكر كيف كنت أسرق السيارة فيعلموني كل شوي بالشارع آخر شيء أخذ دفتر قدمت وأخذت وكل شيء. بس أنه ما حيعرفوا شو المسموح وشو مش مسموح وهيدا حق مين وحق مش مين. يعني هلأ هون أنا في عندي مثل إذا بدك مثل اقتراح وعلى على ما بعرف إذا ممكن ينعمل بعدين مثل نشاط معين لإعادة إذا بدك تثقيف السائقين القدامى. طبعا يجب إعادة تثقيفهم. بس هلأ حيالله مواطن بيقدر يفوت على الويب سايت ويشوف قانون السير الجديد يتسقف شوي. exactly. هيدا بيكون مجهود خاص بصراحة. يعني التثقيف خاص. بالضبط. وهي مطلوبة من كل مواطن. أوكي. يعني. فإذا قلنا بالجبل عدم إعطاء أفضلية المرور في الطرقات الجبلية. يعني أوكي. إذا التقوا على طريق ضيقة نزلة طلعة اوكي الحق مين لازم ذات هيدا من قبل المركبات المتجهة نزولا. يعني اللي نازل هو اللي لازم يوقف للي طالع. اوكي لانه اسهل طبعا. بالضبط. اللي طالع اذا وقف وبده يرجع يقلع عمليه اقلاعه صحيح. صعبه جدا. اوكي هيدا ما يصير في لغط بين أوكي. الشباب يعرفوا مين اللي لازم يوقف. اوكي عدم اعطاء الافضليه للمركبات داخل المستديره او تلك التي تشع بتركها. يعني اليوم اذا جينا على رون بوان بدي أوكي. وصلت بدي فوت بالرون بوان. أوكي. الافضليه للي بقلب الرون بوان مش الافضليه الي انا. لازم اوصل على اول رون بوان اوقف. ولازم يعرفوها السائقين اوقف. اذا كان في حركه سير بقلب الرون بوان لازم انطر حركه سير تتفضى تارجع فوت. بس ما فينا نوصل مثلا وصلنا على رون بوان العدليه بار اكزامبل اوصل وضل فايت وطاحش. بالقانون ممنوع لازم اوقف يمرقوا هني ارجع انا امرقوا. لشوف كيف رح ينضبط بكره رون بوان العدلية. طيب التجاوز ضمن المستديرة يعني بقلب الرون بوان بيبقوا سيارات مشين بهذا الخط وسيارات مشين بالخط الثاني. ما بقدر انا سيارة قدامي داوب العنق ارجع شك قدامه. ايه بس هلا عم يكون في شرطة سير عم يكون واقف على الرون بوان. هلا هون اللي بده يصير في مراقبة الكترونية على المستديرات الكبار بشكل اذا عمل مناورة خاطئة مثل هاي مفروض انه يكمشوا. برجع بقول لك انه شرط نحن عم نجرب قد ما فينا نلغي العلاقه بين الشرطه. حيكون في كاميرات وين ما كان ورادارات وين ما كان. نتمنى ذلك والدوله مطالبه بذلك. اوكي بديك تعرف انه نحن اليازا نحن ابدا نحن على اذا بدك على 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 جهتين نقيض نحن ودول نحن وياهم. ما تفكر انه عم دافع عنهم. انا خمس دقايق رح نجرب قد ما فينا مطرح ما بنوصل نرجع نكمل بحلقه ثانيه استاذ انطوان. نرجع الجمعه الجاي عشان ما ينسوا شو حكينا ان الله راد. ايه لانه الخمس دقايق انا بدي اقول للمواطنين منهم كيفين ابدا. مزبط. مثلا اذا بهمك مع الاسف يا ريت الوقت اكثر ايقاف مركب على الطريق العام بشكل يسيء استعمال الطريق. اوكي يعني بيجي ناس اوقات بوقف سيارته تمام بده ينزل على اسناد. مزبوط. بده يشتري ساندويتش بده ينزل ياكل يتغدى بسكر السير كل ورا بوقف سيارته بايه بياخذ مساحه من الطريق بشكل بعرقل سير بصيروا مجبورين يزيحوا عنه. بهالحاله بغرموه 150,000. حلو. اوكي خلينا عدم التزام بعلامات سطح الطريق. اليوم في زياح في زياح الزياح نحن بنعرف انه في زياح مش مبين. أنا معك هون إن شاء الله إنه كلهم ببينوا ومطالبين البلديات بشكرك عليها مطالبين البلديات بتعليم الطرقات وبالتالي وزارة الأشغال بتزييح الطرقات اللي هي مختصة فيها. أوكي. أوكي عدم التزام بعلامات سطح طريق بالزياح يعني مطرح المقطع بيقدر يجاوب المطرح المتواصل لا أكيد في إنه شرح أوسع. غرامة تتراوح من 100 و 150 ألف سحب نقطة واحدة من رخصة سوق بلشنا بسحب النقاط.
هلا بالاول وليك ما بينسحب ولا نقطة. ايه اللي ما قلت انه في سحب نقاط بس غرامة. اوكي. عدم استخدام ضوء الاشارة بموازاة الطريق التي يسبق طريق المخرج، يعني اذا بدك انا بقلب الرون بوان جوا بدي اظهر من مخرج لازم اعمل اشارة قبل ما اظهر. اذا ظهرت من المخرج بدون اشارة غرامة توصل لل 150,000. نزول راكب من مركبة او صعود اليها وفتح مخرجا من مخارجها، يعني باب من بوابة في غير المكان المسموح به، بتلاقي التاكسي يعني وقف بنص الاوتوستراد ولا على اليمين ولا بالنص، فتح الباب ونزل. صحيح، يعني ما لقي فاتحين حسابهم. بس تعرف شغلة، هيدا المشهد شفته بجوني انا والدركي كان عم بيلعب السلولار. كنت عبالي صور بس ما لحقت بصراحة، يعني بس تجيب احطها بحلقتي. مسز جاكلين، قوى الامن الداخلي مش معفيين من ببعض الحالات اصلا، يمكن مش حق عليهم العناصر اذا هم مش مدربين، ويجب تدريبهم اكثر، ويجب الزامهم بالانضباط اكثر. انا معك بهالملاحظه. هيدا واحد، بس لما بدنا هالقد ندرب، لما بدنا ندربهم ونلزمهم بالانضباط يجب طاعتهم. انا مش عم دافع عنهم، بس يجب على المواطن انه ما يتحديهم، ويجب على المسؤولين انه ما يكسروا لهم من هيبتهم. ما علي، يعني انا ما بعرف صراحتي على التلفزيون كي انت معودي عليها، بده يقبلوني بده يقبلوها الشباب. الدركي وقت بدي اقول له انت بطوش بدي اعطيه ضوء اخضر، بس مش اكسر له راسه تاني نهار. صح، اوكي صحيح. طيب بعدين دقيقتين استاذ انطوان، بس رح نقعد المشاهدين رح نكمل بالمخالفات اكيد. بعد فينا نحكي عن مخالفتين، يعني عم شوف ايهم تقريبا. تعطل المركبة على الطريق العام بسبب نضوب الوقود. يعني ما فيني اجي اقول لهم اليوم وقف، ليش خي معرقل سير انت، خي بطل معي بنزين، كيف عبنا حجي؟ خي عبي بنزين، اذا ما معك تعبي بنزين خليك بالبيت، بس ما فيك تعرقل الطريق. بس اذا تعرقلت سيارتك، اذا صار في عطل بسيارتك بنص الطريق بدون إيه؟ لا، هي غير حالي. اوكي، غير حالي. نحن قلنا بسبب نضوب الوقود اللي هو بيقدر واحد ينتبه لعداد البنزين ونعبيه. يعني اوكي، غرامه بس اهمال يعني اصلا. إيه بالضبط. كمان خلينا نفوت على الغرامات اللي هي بتوصل ل 300,000 جدول رقم 2. اوكي، قلنا شغله منها بس لانت نخلي الباقي للحلقه الثانيه، نعملها من البدايه كلها على الغرامات. ما زال بما انه كانت الدموزيل الحلوه معنا، بسم الله اللي خليها لأهلها نديم. إخراج الرأس وأي عضو من أعضاء الجسم من السيارة، يعني الأولاد عادة، أو جلوس على نوافذها بيقعدوا على الشباك أثناء السير، غرامة توصل ل 300,000. أوكي، القيام بمناورة التدوير وسط الشارع العام، بيوصل بوقف يعمل دومي تور بنص طريق بعرقل سير يمين شمال وبيضل فيلم ما فارقة معه، غرامة توصل ل 300,000. ما بعرف اذا بعد معنا وقت ولا مش معنا وقت استاذ عطوان. بس بدي اقول انه ان شاء الله على امل انه حقيقه نرجع نكمل اسبوع جاي، رح نقعد مش حنطول كثير حتى يعرفوا حقيقه، لازم هيدا يكون بالمتناول يد الجميع تيعرف قديش طبعا الغرامات حتكون وشو هن المخالفات يلي بتخليك تدفع هالقد غرامه وبتسحب هالقد نقاط منك. بتخيل مش طبعا بس الاشخاص المعنيين بهذا الموضوع، انما كل مواطن حقه يعرف. بركي المره الجاي بنحط كمان صور على الشاشه قدامنا هيك بتابعونا المشاهدين كمان وبيعرفوا أكتر، واللي بده يسجلها بيقدر يسجلها وياخذ هالمعلومات منها، واكيد بفوتوا على صفحتكم على الويب سايت تبع اليازا بيقدروا يعرفوا كل التفاصيل. بتخيل هيدا القانون موجود طبعا. ايه اكيد اكيد. أوكي، فوتوا على الويب سايت اليازا.org طبعا موجود. نوعد مشاهدين الاسبوع الجاي الله راد نعمل حلقه منكمل موضوع حلقتنا، على امل من هلا الوقت نكون بلشوا الناس يقتنعوا انه لازم يمشوا تحت القانون مش فوق القانون، ومثل ما وجهت حضرتك لكل المسؤولين النواب والوزراء يلي عندهم هالمرافقين و يعرفوا انه في قانون كمان بيطالون هن. شكرا لك استاذ انطوان حاج، ويعطيكم الف عافيه حقيقه. لياز ابو البيضولوج، شكرا لكم. مشاهدينا لهون بتنتهي حلقتنا، ولكن وعدناكم انه رح يكون عنا حلقه ثانيه الاسبوع الجاي الله رد نكمل موضوع حلقتنا، نوعيكم عن كل شيء ممكن يكون بخصكم كسلامه مروريه، كيف تعرفوا تتعاطوا بتنقلكم على الطرقات وخاصه مع الغرامات الجديده، لطالما اليوم رح يكون بس للغرامات، لا أمل أنه يكون يتنفذ قانون سير جديد كامل على الطرقات. بودعكم على أمل أن نشوفكم بحلقة جديدة. الله معكم.